الخير على أحلى مشاهدين، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. عزيز غرباوي نجم سعودي شاب يحلق من المحلية نحو العالمية. منصور آل سليم رباع سعودي يحرز ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال. أنصاف مجانين رواية طبيبة سعودية تتحول إلى مسلسل عربي. وجدة تحتضن تحفة فنية جديدة للنحات الإيطالي لورينزو كوين. طيب بداية مشاهدينا، ومثل ما عودناكم في كل حلقة نروح لجولة سريعة بين أبرز التغريدات المميزة والمختارة لليوم، وأبدأها معاكم بأول تغريدة من حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. حائل تستضيف أصعب الراليات وأطولها في كروس كونتري، السائقون سيخوضون تحديا قويا ومنافسة حامية حتى النهاية. طبعا رالي حائل يعد من أقوى الراليات الدولية في السنوات الأخيرة، واللي يشهد مشاركة أشهر المتسابقين على مستوى العالم، والمنافسة قوية وحامية جدا في هذا السباق. ولكن بالفعل نتمنى لأبناء الوطن المشاركين كل التوفيق وفالهم الفوز بإذن الله. روح لحساب هيثم خالد. صراحة أنا حابة في البداية بس أهني هيثم على تقارير اللي بينشرها عبر حسابه في تويتر، وهذه المرة معنا التقرير في السعودية لا احتكار أو تلاعب بالأسعار. كان في 5 مطاعم رز، أنا ما أجلس معهم، اتفقوا أنهم يرفعون الأسعار. درت عنهم هيئة المنافسة وعاقبتهم بأكثر من 7 مليون ريال غرامة. واحدة من شركات الاتصالات في السعودية اللي عروقها شاقة الأرض رفضت تتعامل مع شركة ثانية عشان ما تنافسها في السوق. 10 مليون ريال غرامة. 3 محطات اتفقوا انهم يرفعون الاسعار في مناقصة طرحتها جهة حكومية. غرامة 15 مليون. في منتجات وخدمات يا جماعة، مو بكيف التاجر يرفع اسعارها ولا يحط شروط تضر المستهلك ولا تجار ثانيين. لا لا، في جهة حكومية اسمها الهيئة العامة للمنافسة، شغلتها أنها تراقب السوق وتضمن حقوق جميع الأطراف. حلو التنوع في الأسعار، الجودة، خيارات متعددة، بس ما تضر أحد. إذا عندك طرف علم عن ممارسات احتكارية في شركات معينة، بلغ وبلاغك في الحفظ السوق. صور هذه الشاشة. يلا، فملا. من أحلى التقارير اللي قدمها هيثم من خلال حسابه المميز بالفعل، وحق المواطن والمقيم والمكفول، وأيضا مكفول في حالة وجود تلاعب في الأسعار من قبل التجار بصفة عامة، وفي حالة رصد هذا النوع من المخالفات الجهات المسؤولة مستعدة للوقوف في وجوه الجشعين منهم عن طريق الهيئة العامة للمنافسة. فإذا وجدت مخالفة لا تتردد أبدا في التبليغ عشان تحفظ أولا حقك وثانيا حق غيرك. نروح لحساب سعود عبد الله أرفق مقطع فيديو وعلق تعليق بسيط جدا: بيجي اليوم اللي ما نفرق فيه بين اللعبة والواقع. وهذا التعليق صراحة خلاني أتساءل بيني وبين نفسي، هل فعلا وصلنا لهذا الزمن؟ يعني في هذه اللقطة اللي نشوفها تظهر لنا جودة المعالجة في الصورة ضمن الألعاب الإلكترونية لدرجة أنك تخليك ما تفرق بين اللعبة والواقع، دقة كبيرة جدا في التفاصيل والمعالجة تفوق الوصف صراحة. يعني حاولت يا سعود أشوف الفيديو وأقول يا ربي هذه سيارة حقيقية ولا لعبة، بعدين يعني وأنا أشوف المقاطع وأيضا التعليقات الموجودة تحت هذا المقطع وركزت، يعني ركزت ما أحكي لك قد إيش ركزت، اكتشفت أنها بالنهاية لعبة مو واقع. صراحة أهنيك. إلى حساب دكتور عايد العجمي أيضا نقلنا مقطع فيديو لتصوير بركان ثائر من خلال طائرة درون. لقطات قريبة جدا من الحمم البركانية المنصهرة والذائبة، تحس كأنك تشاهد لقطات من فيلم خيالي فعلا، يعني لقطات حقيقية في النهاية يا سادة لما يحدث في بركان ثائر
ومن خلال تقنية طائرات الدرون استطعنا أن نشاهد هذه اللقطات مع بعض عن قرب. والحمد لله أن الدرون يعني ما ساحت من قوة الحرارة فعلا داخل هذا البركان. نروح لخبرنا الأخير ومن جدة، حيث تم تدشين عمل فني جميل للنحات الإيطالي لورينزو كوين. طبعا المجسم الجديد Giving and Receiving عبارة عن شكل قلب مصنوع من المعدن، تلتقي أطرافه من الأعلى على شكل يدين، وتم نقله من إسبانيا إلى جدة وتركيبه في موقعه في المنطقة التاريخية. صراحة من أجمل التحف الفنية اللي تزينت شوارع جدة فيها، ويبغانا ناخذ صورة. أول ما شفت قلت لا، لازم أخذ صورة عند هذه التحفة الفنية المعدنية، لأن معناها خطير جدا. giving and receiving وقلبين والنهاية يدين متشابكة. حبيت صراحة من أجمل التحف الفنية الموجودة عندنا في شوارع جدة. هذه كانت جولتنا الأولى، ولكن بالتأكيد مكملين معاكم. وبعد الفاصل عزيز غرباوي نجم سعودي شاب يحلق من المحلية نحو العالمية. بين أروقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي يقام في مدينة جدة، يلتقي الكثير من النجوم السعوديين الشباب والذين بدأوا يفرضون واقع فني جديد أهلهم ليكونوا نجوم المستقبل القريب، طبعا بأعمال فنية ينتظر منها الكثير. عزيز غرباوي أحد هؤلاء الشباب الذين قدموا أنفسهم بشكل جيد محليا وعالميا. وطبعا عزيز منورنا في ساعة شباب، أهلا وسهلا فيك عزيز. فيك رامي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك الحمد أنت؟ لله رب. كيف كانت أجواء المهرجان معاكم يوم قبل أمس؟ حلم وتحقق صراحة. كل ممثل وكل فيلم ميكر كنا ننتظر هذه اللحظة من سنين طويلة. كنا دائما نتفرج على الأوسكارز، إيميز، البافتاز، المهرجانات هذه، ونقول ليش ما عندنا مهرجان؟ يعني وش ناقصنا؟ في مواهب، بس الحمد لله يعني تحقق هذا الشيء، وأشكر كل من كان له بصمة في تدشين هذا المهرجان العظيم. وأتوقع أنه خصوصا لك كفنان وشاب سعودي فرصة عظيمة أنك التقيت بنجوم عرب، نجوم عالميين، وأيضا نجوم محليين، فكيف توصف لنا هذه الفرصة؟ وأيضا نبغى نعرف مين التقيت شخصيا. أنا إلى الآن ماني مستوعب، يعني من جد كأنه حلم. يعني أوكي، شفت أنثوني، شفت ستيفن، شفت هيلاري، شفت الفنانة ليلى علوي، يسرى، كلهم كانوا موجودين، بس إلى الآن ما أنا مستوعب إن أنا شفتهم، فاهم علي؟ لأنه مو مستوعب إنك شفتهم في جدة. في جدة وفي البلد، يعني جايين من اللي جاي من أمريكا واللي جاي من مصر واللي إنه كلهم في البلد، يعني عارفة كده أحس إنه حلم حلم. بس الحمد لله يعني السنوات الجاية حتشوفي شيء جدا عظيم بإذن الله. أكيد كان حدث كبير لكل الفنانين. خلينا نروح لأعمالك واللي أيضا كان من بينها أكثر من عمل وجد صدى كبير جدا في الفترة الماضية، وتحديدا رشاش. هذه الأعمال أو رشاش، هذه الأعمال المحلية كيف صنعت تجربتك شخصيا عزيز، وبإيش خرجت منها؟ بالنسبة لمسلسل رشاش، أنا دائما أقول في كل مقابلة إنه مسلسل رشاش من الأعمال القريبة لقلبي، لأنه جلسنا نصور يمكن أطول مدة في حياتي في مشروع 6 شهور. فاللي طلعت منه إن روح المغامرة، روح الأمل، روح الاستمرارية والحب لشغفي، روح التعامل الجماعي، و first not least يعني العيلة اللي أنا طلعت منها، عيلة رشاش نفسها. صراحة يعني أنا لو حتى لو العمل ما طلع بذاك النجاح، إني أنا طلعت بهذه العيلة اللي هم الممثلين حقون رشاش، هذه نعمة علي. جميل. طب من خلال الأدوار اللي أديتها سواء من أفلام قصيرة إلى مسلسلات وأفلام محلية وعالمية أيضا راح نتكلم عنها بعدين عزيز، فين الدور اللي قدمته بشكل كان مقنع جدا لعزيز؟ مقنع، انا اقول لك من هنا لين اخر عمل في حياتي ما عمري ما هقتنع.
انا اصلا كل ما اشوف نفسي في التي في اقول انا ممكن اسوي احسن من كذا وافضل من كذا، فما اقدر اقول لك ولكن اقنعتنا بشكل كبير جدا صراحه. الحمد لله انتوا اللي تحكموا في الاخير، بس انا اشوف انا من يوم ما اسمع صوتي اصلا اقول لا مو ايش عايزيني زي الغثيان كذا، ما ابغى اشوف نفسي. احس فيك لاني انا فعليا لما اروح اشوف حلقاتي ما ابغى اسمع صوتي، ما ابغى اشوف نفسي، فطبيعي جدا. يا فعمري ما اقتنع بادائي، دائما اذا شفت نفسي حقول حاطي اكثر واكثر واكثر. تحس دائما ان لسه عندك اكثر واكثر انك تقدمه في هذا المجال؟ يس، انا حفضل اتعلم لين اخر يوم في حياتي. التمثيل ما له سقف محدد او حد معين وخلاص ذيس از ات، لا انا بتعلم من الصغير من الكبير من الممثلين من اي احد. فيس كل ما اشوف كل عمل بشوف نفسي فيه بقول لا انا عاطي اكثر وعاطي اكثر وعاطي اكثر. طب عزيز، عندنا مقطع لفيلم قصير من ادائك الزوجة العاقلة، فخلينا نشوف هذا المشهد ونرجع لكم. تسوي هنا ايش؟ يعني ايش بسوي؟ انت مجنونة؟ انت مجنونة؟ ما تعرفي مين ممكن يجي دحين؟ خليها تيجي، خليها تعرف اللي بيننا. لا تستهبلي يا ديما، هذه ممكن تجي بتذبحنا. يا الله، انت قلت كذا خايف منها؟ هي مجنونة، تبيها طردك بالسكينة في كل مكان زي ما طردتني في البيت عشان شافت رسالة جوال منك بس قلتي لي صباح الخير. دقيقة، انت قلت لي ان هي حرقت ملابسك. حرقت ملابسي بعدين، بليز انا ما ابغاها تشوفك ولا ابغاك تشوفيها، روحي دحين روحي. ما الومها الصراحة، يعني انت واحد كذاب كونه بياع كلام ما تنفي بعودك، اكيد حتتجنن منك. يا قلبي والله ما بكذب عليك، انا ححجز موعد في المحكمة اول ما اطلع من المستشفى. يا شيخ خلاص نتكلم بعدين روحي. ما ادري ليه حاسة حتغير رأيك. اغير رأيي ايه؟ لو تنطبق السماء على الارض ما حغير رأيي، انت الوحيد اللي انا ابغاها. عزيز، من الأخبار الجميلة هي مشاركتك في مسلسل عالمي مع نجوم وممثلين عالميين بعنوان لاست لايت، فنبغى نعرف تفاصيل عن هذه المشاركة وأيضا موعد عرضه ومين الممثلين اللي راح يكونوا معك في هذا المسلسل. أوكي، باختصار القصة تتكلم عن شخص ما صحي يوم الثاني، كل شيء يملكه فقده حتى عائلته، حيواجه التحديات ويكمل ولا يستسلم وتنتهي حياته. هي رواية أليكس كارو، بتكون حتى الآن 5 حلقات، ما أعرف حتزيد حتنقص، إلى الآن 5 حلقات. الممثلين ماثيو فوكس من مسلسل لاست، أمبر روز، جوان، توم، فيا فيو من الممثلين المعروفين. طب ايش دورك انت بالتحديد وكيف جاتك هذه الفرصه؟ يعني فرصه كثير من الفنانين والممثلين الشباب ينتظروها، فانت محظوظ فيها، تحس ولا ما تحس؟ انا اكيد محظوظ فيها، وهذه يعني من امنياتي ان انا امثل في فيلم او مسلسل هوليوودي. اي فسبحان الله، يعني ربنا يقول اسعي عبدي وانا معك. الواحد كل ما بيتقن وبيخلص في عمله الا ما ربنا يرزقه بناس من غير ما تعطي لها بال. فجاني اتصال صراحه وقالوا لي تعال نسوي لك اوديشن لمسلسل، ما اعطوني تفاصيل في البدايه بس بالانجلش. فسويت الاوديشن تجربه الاداء، وبعد شهر جاني الخبر انه خلاص تم ترشيحك لهذا المسلسل والحمد لله. طب كلمنا عن دورك شوي. دوري ما اقدر اتكلم تفاصيل غير انه انا رفيق ماثي فوكس في رحلته لمهمه ما. بس شكله يعني فيلم قوي جدا، مسلسل هو قوي جدا. يس. فمتى حيكون عرضه ان شاء الله؟ الى الان ما تحدد متى الوقت، لكن في الاي ام دي بي مكتوب 2022، والله اعلم هل هو في السنه الجايه ولا اللي بعدها، الله اعلم. جميل. طب كونه اول عمل عالمي لعزيز، فنبغى نعرف ايش اختلف عليك؟ يعني ايش حسيت مفروض ان تقدم عشان تثبت نفسك اكثر عالميا؟ والله هي كلمة واحدة، الاحترافية. بي بروفيشنال في شغلك، في وقتك، في اتقانك واخلاصك لهذا العمل. طول ما انت بروفيشنال كل ما الناس اللي برا حبوك. ف بي بروفيشنال، خليك محترف في كل شيء. This is it. حلو. طب متى كفنان ممكن تعتذر عن دور في اي عمل، او ممكن ترفض اي نص ممكن يتقدم لك في مسلسل سواء محليا او عالميا؟ أرفض
ما اقدر اقول انه على حسب يعني لما يجيني سكريبت انا بطالع فيه من كل الجوانب يعني مو ايش اكثر الجوانب اللي تهمك؟ اول شيء طبعا الدور والقصه هذا اهم شيء بعدين المخرج من الممثلين طيب فين بنعرض المسلسل فين بنعرض الفيلم لازم اعرف اطالع فيها من كل الجوانب وهي نسبه تناسب انا ممكن يجيني مثلا دور جدا بسيط في عمل بس العمل جدا قوي يعني انا في رشاش دور جدا بسيط بس انا مشتري العمل لانه عارف مين الممثلين مين المخرج مين فهي نسبه تناسب في النهايه. طب ايش الاعمال الاخرى المعروضه عليك او اللي تم الاتفاق عليها يعني نبغى اليوم اشياء حصريه. بالنسبه للاعمال الى الان لاست لايت ما في شيء حصري الاعمال كلها ما في شيء كونفيرم بس انا وقعت اخر شيء مع ام بي سي تالنت ايجنسي هي اللي حتمسك اعمال ان شاء الله ف I'm ready for it. طب احيانا الفنان او الفنانه اللي بيملكوا كاريزما قويه او جاذبيه في المجال الفني بيحقق لهم شهره واسعه وجمهور كبير فبالنسبه لك عزيز جاذبيتك بايش خدمتك في هذا المجال؟ صعب انا اقول لك هي مو اتراكتف قد ما في اشياء تكمل انا قلتها قبل كده أدائي سمعتي احترامي مع الناس هذه كلها تكون وهي اللي تمشي يعني واحد جميل بدون أداء ما حيمشي أي هذا اللي دائما وياما تلاقي ناس وجههم عادي مقبولين بس أداهم جدا عالي بيمشي صحيح فهي كلها كذا نقاط مترابطة يعني صحيح أتفق معك أكيد نحن نتمنى لك كل التوفيق في المجال الفني وبانتظار القادم منك عزيز إن شاء الله يا رب يعطيك ألف عافية يعطيك ألف عافية مشاهدينا مكملين معاكم وبعد الفاصل منصور آل سليم رباع سعودي يحرز ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال في الفترة الأخيرة شهدنا عدد من الأبطال السعوديين في كل الرياضات على اختلافها وطبعا هذا دليل على الاهتمام بالجانب الرياضي بشكل كبير من قبل الجهات المسؤولة هذه المرة استطاع هؤلاء الأبطال حصد الذهب والمراكز الأولى في بطولة العالم للأثقال وحصل الرباع السعودي منصور آل سليم على أول ميدالية ذهبية سعودية في تاريخ رفع الأثقال لفئة الكبار عبر الزوم من طشقند في أوزبكستان أرحب بضيف الرباع البطل منصور آل سليم يا هلا فيكم نورنا في ساعة شباب وأكيد نقول لك في البداية ألف مبروك لك الذهبية ويمكن متحمسين نعرف أكثر حجم الجهد اللي بذلته منصور لتحقيق هذا الإنجاز أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كنا في معسكرات تقريبا متواصلة اللعبة تحتاج إلى الجهد والاهتمام والتضحية فالحمد لله يعني نهاية التعب طلع لنا بذهبية في بطولة العالم وهذا الإنجاز أول مرة يحصل في السعودية في لعبة رفع الأثقال تحقق ميدالية عالمية ذهبية فعلا يعني كيف كانت مشاعرك يعني أنت حققت ذهبية مو بس لمنصور أنت حققت ذهبية الوطن كامل فاحكي لنا وصف لنا عن مشاعرك في هذه اللحظة أنا فرحان مبسوط يعني فرحة لا تنوصف يكفي أن فرحت الشعب فرحت العرب عامة فرحان بالتحقيق الميدالية الذهبية وطبعا هذا كله من الاهتمام في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي والحمد لله وإن شاء الله القادم أفضل من اللي راح إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب كيف كانت فترة الاستعداد لهذه البطولة وكيف ممكن توصف لنا أجواء البطولة عندك؟ الاستعدادات يعني الاتحاد السعودي موفر لنا اللي هو المعسكرات متواصلة يعني نخلص من معسكر يتبع معسكر ثاني وطول السنة تقريبا احنا في معسكرات
وفي اهتمام طبعا من اللجنة الأولمبية وزارة الرياضة. الحمد لله يعني وصلنا لأرقام الكل يطمح لها. ما شاء الله تبارك الله، وإن شاء الله أكيد مثل ما قلت منصور القادم أفضل. طب احكي لنا شوي عن أجواء المنافسة، يعني كم جولة مريت فيها حتى وصلت للجولة الأخيرة وحصدت الذهب؟ طبعا البطولة قوية جدا، البطولة ما كانت سهلة، الدول المشاركة كثيرة، تقريبا 90 دولة مشاركة في البطولة، عدد اللاعبين العدد كبير، يعني بطولات العالم عادة يكون العدد في الوزن عدد معين يكون محصور، يعني مثلا 20 لاعب إلى هل. في هذه البطولة لا، العدد كبير، المجموعات صارت كبيرة توصل إلى 5 مجموعات. طيب هذا النوع البطولة قوية جدا، فلو تلاحظ يعني في التتويج في الوزن اللي نلعب فيه 6 أشخاص متوجين في هذا الوزن، صحيح، وهذا يعني قليل يحصل، يعني عادة 3 إلى 4 لاعبين. هذا دليل على قوة المنافسة والبطولة اللي كنت مشارك فيها. طب هذا النوع من البطولات يعني بتكون فيها منافسة قوية جدا، كلمنا عن اللاعبين اللي واجهتهم. لاعبين كثيرين طبعا، في لاعب عندي اللاعب من الأقوياء الكازاخي، لاعب قوي، لاعب أرميني، لاعب تركي، في لاعبين ما شاء الله، يعني كانت المنافسة تقريبا بالكيلو كده، يعني كل شخص يصيد الشخص الثاني تقريبا بالأخطاء أو بالكيلو، فالمنافسة كانت مرة قوية. طيب كيف بيأهل اللاعب إمكانياته لهذا النوع من المشاركات؟ يعني أتكلم هنا عن ساعات التدريب، التغذية، الالتزام أيضا بالقوانين الصارمة. هي اللعبة تحتاج طبعا، تحتاج الاهتمام، تحتاج التضحية، يبي لها الاهتمام في النوم، في التغذية، في يعني كل هذه تتجمع حول الخطة يعني اللي يدرجها المدرب. طب ما هي البطولات القادمة؟ الأرقام ما تجي بسهولة، مثلا أنا أبيض ألعب، ما أنام عدل، ما أكل عدل، ما تجي الأرقام اللي توصلت للعالمية. أكيد طبعا كل شيء مكمل للثاني. طب إيش هي البطولات القادمة اللي تستعد للمنافسة فيها منصور؟ الآن أنا خلصت هذه البطولة، القادمة الجاية البطولة العربية في العراق في أربيل، بس الأهم منها البطولة في الدورة الآسيوية بتكون في الصين، دي الأهم من الدورة العربية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وأنت قدها، وإن شاء الله أنك تحصد المراكز الأولى، وما نرضى ترى بأقل من الذهب. إن شاء الله وصلنا للذهب إن شاء الله، ما نتراجع عنه. أكيد بإذن الله. طيب يمكن فرصة نستفيد منك بعض المعلومات عن طريقة مثلا احتساب النقاط في هذه اللعبة، أيضا عمر اللاعب في هذه اللعبة. العمر مو شيء شو اسمه يعني أساسي، يعني مثلا أنا من أكبر اللاعبين الموجودين تقريبا في الميزان اللي لعبته، فالعمر مجرد رقم، يعني في صغار ينافسون الكبار والعكس، يعني بس اللي يحافظ على نفسه، يحافظ على نظامه الغذائي وكذا، العمر مجرد رقم يعني. طيب واحتساب النقاط في هذه اللعبة؟ اللعبة رقمية، اللي يشيل أكثر هو اللي يفوز. وكم ما شاء الله الوزن اللي شلته؟ 118 بالخاص اللي شلته. ما شاء الله تبارك الله، 118 كيلو. طيب خلينا نتكلم منصور عن الإصابات المتوقعة في هذه اللعبة، واللي ممكن بأن اللاعب يواجهها، وممكن أيضا تؤدي إلى انسحابه من البطولة. الإصابات، اللاعب عادة يكون جسمه قوي ومستعد، مفاصله تكون قوية، فيكون قليل الإصابات، بس اللي ما يكون جاهز، يعني ما بيعمل حماية كويسة، ما بيعمل تقوية كويسة، ما بيعمل مرونة، هنا بتجي الإصابات.
يعني حتى في النوم الكويس كل هذه لها شغل يعني في الإصابات. وإيش الصعوبة اللي واجهتك في هذه البطولة؟ ولا ما شاء الله تبارك الله ما في شيء صعب عليك؟ الحمد لله ما في شيء صعب، كنا مستعدين كويس وكنا نطمح للأكثر من هذا، يعني الأرقام أكثر من هذه، بس سهلت يعني الحمد لله وقدرنا نحقق الذهبية. طب هل برأيك منصور بأن القوة تكفي بالفوز في مثل هذه البطولات وهذه الرياضات تحديدا؟ أنا أتكلم عن رياضة رفع الأثقال. لا، القوة مساعدة صحيح، بس القوة مو كل شيء فيها. اللعبة تحتاج الأداء، تحتاج التكنيك، تحتاج حاجات كثيرة كلها مكملة لبعضها. مثل إيش؟ أنا أحس تحتاج لقوة تركيز عظيمة. تحتاج التركيز، تحتاج أداء عالي يكون، تحتاج مرونة، تحتاج لياقة، لعبة الأثقال، فكلها زي ما قلت هي مكملة لبعض. جميل جدا، نحن نتمنى لك كل التوفيق منصور، ونقول لك ألف مبروك للمرة الثانية، وبإذن الله يعني حياتي. الذهبية في البطولة القادمة راح ناخذها إن شاء الحمد الله. الحمد لله عادة ذهبية إن شاء الله. ألف مبروك، شكرا لك. الله يبارك فيكم، شكرا، العفو. مشاهدينا بعد الفاصل، أنصاف مجانين، رواية طبيبة سعودية تتحول إلى مسلسل عربي. هل نناديها طبيبة ولا نقول عنها الكاتبة؟ في الواقع هي الاثنين معا، لأنها تعشق مجال العلمي في طب الأسرة والاهتمام بالرياضة والصحة، وفي نفس الوقت تملك قلم يغذيه الخيال، وجد في كتابة الروايات ربما ملاذه الآمن. الروائية الطبيبة دكتورة شيماء الشريف منورتنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا دكتورة شيماء. أهلا بك. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني أبارك لك طبعا ان روايتك تحولت الى مسلسل عربي ونزلت ايضا بجزئين، وراح نتكلم بتفصيل اكثر عنها، ولكن في البدايه خلينا نتكلم عن روايه انصاف مجانين. يعني بداتي كتابتها في عام 2014. خلينا نرجع ونذكر المشاهدين بالقصه الاساسيه والفكره وراء هذه الروايه. والله ايوه، هي بدات كتابه انصاف مجانين في 2014 واستمرت كتابتها يمكن سنه ونص. القصة باختصار عن شاب اتنقل له قلب، بعدين صار بيتحدث مع صاحب القلب، مع الدونر، ومن هنا تبدأ الحكاية. طبعا كان لازم يعني ألامس حاجة من حياتنا اللي بتصير، أو من المشاكل اللي ممكن تصير في المجتمع، اللي هي تكلمت عن الاكتئاب وعن الناس المبدعين برضو وعن معنى أنصاف مجانين. إنه ليش الكتاب أصلاً اسمه أنصاف مجانين؟ إنه كلنا في النهاية عندنا الجزء المجنون. كلنا نصنا عاقل ونصنا مجنون، فصراحة صحيح. حتى الاسم جاذب جداً سواء للقارئ أو المشاهد. طيب خلينا نعرف كيف تحولت هذه الرواية إلى مسلسل عربي. يعني هذه الخطوة كانت بالتأكيد خطوة فارقة كبيرة وعلامة فارقة في مسيرتك كروائية، فكيف صارت معك وأيضاً منهم الممثلين في هذا المسلسل؟ طبعا الحكايه اللي يعني احنا دحين في 2022 بنتكلم عن المسلسل، من 2014 لين ما صار مسلسل، هذه روايه لوحدها. طبعا كان في تجارب كثيره، طبعا لانه انا اساسا ماني ماليه في مجال السينما او في مجال المسلسلات، فكانت انه الدخول لعالم السيناريو والكتابه كانت خطوه كبيره فيها كثير من التجارب، خليني أقول لك، وقابلت فيها ناس مرة كثير، اتعاملت مع كذا جهة، إلى ما في النهاية طلع العمل كعمل لروائية سعودية بعمل إقليمي في منصة عالمية، وهذا أعتقد بحد ذاته إنجاز الحمد لله. فيه. طب مين منهم أهم الممثلين في هذا المسلسل؟ كثير طبعاً، الأبطال الأساسيين هم أحمد خالد صالح، أسماء جلال، صدق صخر. الإخراج كان إخراج عمر رشدي، والمخرج هذا أول مرة يخرج، كان دائما مساعد مخرج، لكن لو شفت المسلسل الإخراج عظيم.
كان بطل فعلا يستحق المشاهدة. طيب بكل صراحة دكتورة شيماء، لما كتبتي الرواية أنصاف مجانين، هل كنت تتوقعي أن ممكن هذه الرواية تتحول إلى عمل سينمائي أو مسلسل عربي؟ طبعا يعني أنا من الجيل اللي نشأ على الكتب وعلى الأفلام والمسلسلات، فكنت لما أكتب كنت دائما أتخيل اللي بيصير كمشهد صار قدامي. ويمكن واحدة هذه من الأشياء اللي ساعدتني جدا 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 في التحويل. وطبعا كانت ترى محاولات نقل العمل لمسلسل أو فيلم ما كانت، يعني أنا كنت بحاول أسويها من الكتاب الأول من الرواية الأولى بعد الحلم، لكن الحمد لله نجحت في أنصاف مجانين، والحمد لله نجحت نجاح أنا جدا راضية به. جميل. طب الآن ينطلق الجزء الثاني، أمس أو قبل أمس كانت بداية انطلاقة الجزء الثاني لأنصاف مجانين، ولكن قبل لا ندخل في تفاصيله، كيف وجدت التجربة السينمائية؟ والله هي تجربة مثرية جدا 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 جدا، استمتعت فيها، بكيت فيها، فرحت فيها، حزنت فيها، تعرفت فيها على ناس مرة كثير، اتعلمت من ناس مرة كثير، المجال بحد ذاته مجال مشوق، حتى في التعامل من كاتبة لكاتبة. يعني أنا في النهاية الكتابة كسيناريو مو أنا اللي كتبته، كتبته مريم نعوم. فالنقلة هذه لوحدها كانت جدا ممتعة ومرهقة للأعصاب في نفس الوقت. طب كيف شفتي مثلا انطباعات الناس اللي شافوا الجزء الأول، أو حتى النقد اللي جاك في الجزء الأول؟ يعني الحمد لله المسلسل انعرض على هامش مهرجان القاهرة الدولي، وهذه كانت السنة اللي فاتت، هذا الجزء الأول. وكان هذه أول مرة في تاريخ المهرجان يعرض مسلسل، لأنه هو المهرجان مهرجان أفلام. الصراحة النقد جدا يعني كان جدا إيجابي والحمد لله، وكان هو الجزء الأول أكثر جزء أو أكثر مسلسل مشاهدة على البلاتفورم. فالحمد لله، فهذا شيء اللي حمسنا للجزء الثاني. أنت صاحبة روح الرواية، فكيف كانت مشاعرك بعد عرض المسلسل؟ يعني هل أقنعتك المعالجة أو حتى الأحداث؟ هل حسيتي أن فعلا قدروا الممثلين والكاست والمخرجين وكاتبة السيناريو أنهم يحولوا الرواية بحذافيرها إلى مسلسل عربي؟ طيب أول حاجة أنه كشخص يكتب كتاب يكون جدا غيور عليه. أي طبعا. طيب ففكرة التخلي حتى لو 1% عن أي شيء من تفاصيل الرواية في البداية هو يكون في جزء من الصراع مع النفس. صح. لكن في نفس الوقت هذا خلينا نقول منتج وهذا منتج ثاني، فما ينفع تسير بحذافيرها. خلينا نقول أنه سارت بنسبة 75%، وهذه أكثر من رائع بالنسبة للتحويل. كافي بالنسبة لك. كافي بالنسبة لي. أي. طبعا كتابة السيناريو، أداء الممثلين، الموسيقى التصويرية، معالجة القصة، الإخراج، كلهم الصراحة يعني أنا راضية عنهم جدا جدا جدا. جميل. طب إيش اللي تغير في الجزء الثاني؟ طبعا الجزء الثاني هو تكمل الأحداث الجزء الأول لأنصاف صحيح. مجانين، فنبغى نعرف عن الأحداث في الجزء الثاني، أشياء حصرية، أيضا مسار القصة، وأيضا علاقتك بالنجوم الذين أدوا العمل. علاقتي بالنجوم جدا جميلة، وبالكاتبة بمريم علاقتي جدا ممتازة بيها. يمكن أكثر شخص تكلمنا أنا وهو، ما أعرف إذا هذا يمكن كان أحمد خالد صالح اللي هو البطل. وفعلا أنا يعني أعتقد أنه إحنا نعتبر بعض خلاص أصدقاء. أسماء جلال كمان، يعني الصراحة كلهم ما في أحد فيهم علاقتي بي ما هي كويسة، علاقتي بهم ممتازة. اللي تغير في الجزء الثاني إنه كيف حناخد الكتاب، أو كيف فين حتروح القصة، لأي مسار. وإحنا اخترنا شوية المسار ما أبغى أقول السهل الممتنع، بس المسار اللي عادة الناس ما تبغى تروح له. وأظن هذا المسار اللي قهرنا نحن كمتابعين، يستفزنا كمشاهدين للقصة في مسلسل أو فيلم. تغيير الشخصيات، مين يقعد مين يمشي،
هذه كان يعني نقدر نقول ممكن تكون النهاية غير متوقعة أبدا. أيوة غير متوقعة، إن شاء الله راح نشوفها. طب بالتأكيد يعني هذه الخطوة اللي صارت معك دكتورة شيماء حفزت يعني الكتابة بداخلك وأعطاك دافع كبير جدا أنك تستمري في كتابة الروايات، فما هي روايتك القادمة؟ ونبغى نعرف أيضا إيش اللي راح يتغير في أسلوب الكتابة. جاتني فترة طويلة بعد النجاح الخرافي للرواية لأنصاف مجانين، وبعد المسلسل ونجاحه أيضا جاني فترة كنت أعتقد أنه خلاص أنا ما عاد أقدر أكتب. ليش؟ منتال بلوك. أي أعرف الإحساس، فجأة تحسين إيه فجأة خلاص إيش ماذا لو كتبت شيء وفي النهاية ما عجب، بعد ما كتبت شيء جدا أمتع الناس. الفترة الأخيرة بس هو اللي رجعت لي الروح. القصة الجاية ايش اقدر اقول منها؟ خليني اقول لك اختصارها. اي انه يعني في قصه جايه. ايوه بديت فيها. بدات فيها. حلو. انه تغيير شخصياتنا باختلاف تجاربنا، خليني اقول لك، وكيف احنا ممكن نوصل في وقت نكون كذا شخصيه في نفس الوقت. صح. ما اعرف اذا هذا الطريق اللي يصاغ بيها، لكن هذه الفكرة إنه إحنا في وقت ما نطالع لأنفسنا الماضيين على إننا شخص مختلف تماماً، وأحياناً إحنا في المواقف في نفس الوقت نتصرف كأشخاص مختلفين. من فين يجي هذا الكلام وليش إحنا كذا بنسوي؟ وهل هذا صح ولا غلط؟ وكم شخصية لازم نكون؟ واو، يمكن الروائيين والمؤلفين دائماً بيكون خيالهم واسع وبيقدروا إنهم يعني يختصروا أو يجسدوا هذا الخيال من خلال القلم في كتاباتهم ورواياتهم. هل ممكن العمل القادم يكون مثلا نشوفه في مسلسل أو فيلم سينمائي ولا لا؟ أكيد أكيد أكيد. طيب راح تكتبين من البداية كسيناريو ولا راح يكون رواية؟ هذا السؤال اللي أنا نفسي أجاوب عليه. أنا حكتب قصة إن شاء الله تكون ممتازة وتطلع بأفضل طريقة. هذا هو هذه نيتي. كيف حتطلع حيبان وانا بكتب. طب ايش الملهم او المحفز لدكتورة شيماء في كتاباتها؟ الناس والتجارب. الحمد لله انا اعتبر انه انا حواليني ناس جدا ملهمين، بتعلم منهم مره كثير. والتجارب، كل تجربه اذا ما نجحت فيها حتتعلمي منها حاجه، ففي كل الحالات عندي ماتيريال. وطبعا ممارستي للطب، وانا هذا الشيء دائما اقوله، كنت اقول انه يمكن لو انا ماني طبيبه كنت ما حعرف اكتب. دائما احس بان اللي بيكتبوا او اللي دائما بيحبوا انهم يكتبوا تحديدا في الروايات ما بيحبوا يكتبوا عن واقعهم الشخصي او تجاربهم الشخصيه في رواياتهم، فهل انت دكتوره شيماء منهم ولا لا بالعكس تحبي انك تتكلمي عن تجاربك الشخصيه في رواياتك؟ كذا وكذا، يعني انا رواياتي فيها شيء من الحقيقه. أوه. وشيء من الخيال. هذه يعني إجابة صادمة صراحة. أنا معاي الرواية يعني أنصاف المجانين، هل نقدر نقول فيه من أحداث واقعية أو تجارب شخصية صارت لك في حياتك؟ أيوة. وش علمتك هذه التجارب؟ علمتني كذا حاجة. أولاً لازم تكون أنت، في لا تحاول تكون أي شخص ثاني. علمتني أنه دائما شارك الناس، خصوصا في نجاحاتك وافراحك. لا تنجح لوحدك ولا تفرح لوحدك، وهذا شيء جدا جميل. و كن دائما شجاع. حلو. دكتوره شيماء، بين الطبيبه والروائيه وين تلاقي نفسك اكثر؟ الاثنين، انا اعتبر انه الاثنين مكملين لبعض جدا. زي ما قلت لك، ما اعتقد اني كنت حكتب لو ما كنت طبيبة. واعتقد انه كل التجارب اللي نعيشها اذا ما شاركناها فايش معناها؟ ما لها معنى. ما لها معنى.
صحيح اتفق معك، شكرا لك دكتوره شيماء، واستمتعت كثير بحديثي معك والحوار اللي انا تاثرت فيه شخصيا ومره تحمست اني اشوف المسلسل. يعطيك الف عافيه واكيد بانتظار القادم. شكرا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا، نشوفكم إن شاء الله في نفس الموعد. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، وأنا أقول لكم أمان الله.